طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا بيكم، معاكم ميس سيلفيا روماني. هنكمل مع بعض يا أولاد المراجعة. عايزاكم تهتموا كويس قوي، وعايزاكم كلكم تحلوا المسابقات وتركزوا كويس، وعايزاكم كلكم تجيبوا الدرجات النهائية إن شاء الله. أول سؤال معانا، أكمل القيمة العددية للرقم 2 في العدد 428. قيمة عددية يا أولاد مش مكانية، عددية يعني قيمتها بالأرقام. قيمة 2 هنا ايه؟ قيمتها 20. اللي بعدها القيمة المكانية، هنا بقى المكانية، مكانية يعني اسم الخانة، للرقم 4 في العدد 468. هنا قيمتها المكانية هي ايه؟ هنا في خانة المئات، يبقى هنكتب مئات. اللي بعدها عدد أوجه متوازن مستطيلات كام؟ فاكرين يا ولاد كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول متوازن مستطيلات ده شبه المكعب بالظبط، وكنا كلنا حافظين ان ايه 6 أوجه 8 رؤوس 12 حرف. طيب 6 أوجه يبقى عدد الوجوه كام؟ 6. اللي بعدها 528 يساوي كام زائد كام زائد كام؟ يبقى هنا عايز نكتبها له بالصيغة الممتدة. أول ما يجي أكتب له بالصيغة الممتدة لازم أحط كل رقم بإيه؟ بصفاره. لو نسيت صفاره يبقى غلط، لازم أركز كويس. يبقى أول واحدة هكتب 8، الاتنين هكتبها إيه؟ الاتنين هكتبها 20 عشان دي في خانة العشرات. طيب والخمسة؟ الخمسة هتتكتب 500 عشان دي في خانة المئات. اللي بعدها الشهر السابق لشهر نوفمبر، مين اللي قبل نوفمبر؟ تعالوا نقولهم مع بعض، يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر. يبقى اللي قبل نوفمبر ايه؟ هو اكتوبر. السؤال اللي بعده، اكتب اسم الشكل. يلا بينا نشوف كل شكل ده شبه ايه، الشكل بتاعه ايه. اول واحدة الايس كريم الحلوة ديت، ها اسم الشكل ده ايه؟ ده مخروط. تاني واحدة الشمعة، الشمعة دي على شكل ايه يا ولاد؟ ها دي اسطوانة. طيب والبرتقانية دي؟ البرتقانية دي على شكل ايه؟ دي شكل كرة. يلا بينا نكمل، اكتب اسم الشكل برضو. ها الزهر اللي احنا بنلعب بيه ده على شكل ايه؟ ده على شكل مكعب. طيب واللي جنبها؟ باينه قوي دي على شكل ايه؟ دي كرة. طيب واللي جنبها دي يا ولاد على شكل ايه؟ هي شبه كرتونة الشيبسي كده. ده شكل ايه؟ ده شكل متوازي المستطيلات. السؤال اللي بعده يا ولاد، اجمع. احنا اتفقنا لو عايزين نجمع او نطرح كنا بناخد ايه؟ الاحاد مع الاحاد، والعشرات مع العشرات، والمئات مع المئات. طيب يلا بينا ناخد في اول رقم الاحاد مع الاحاد، 5 زائد 4. يلا 5 في مخي و4 على ايدي. بعد الخمسة 6 7 8 9، يبقى 9. بعد كده 1 زائد 3 برضو، و3 في مخي و1 على ايدي. بعد التلاتة كام؟ 4. بعد كده مئات مع مئات، 3 و1 لسه برضو قايلين 4. بقى الاجابة كام؟ الاجابة 449. طيب تعالوا يلا بينا نشوف اللي بعدها. عندي 36 زائد 42. يلا احاد مع احاد، 6 و2 كام؟ 8. طيب 4 و3، 4 و3 7، يبقى الإجابة 78. بعد كده يلا بينا بقى نطرح، 5 هشيل منها 1. يلا كله يطلع 5 على ايديه ويشيل منها 1، يبقى كام؟ هيتبقى 4. طب يلا عشرات مع عشرات، 2 هشيل منها 1، يتبقى كام؟ يتبقى 1. طيب 6 هشيل منها 4، هيتبقى لي 2، يبقى الإجابة كام؟ الإجابة 214. السؤال اللي بعده، عندي 987 عايزة اشيل منها 854. يلا بينا احاد، هنشيل منها احاد، كله يطلع 7 على ايديه ونشيل منها كام؟ الاربعة، يتبقى كام؟ هيتبقى 3. طيب يلا 8 هنشيل منها 5، هي طلعنا 8. يلا كله يشيل 5، يتبقى كام؟ برضو يتبقى 3.
طيب 9 لما اشيل منها 8 يتبقى كام؟ هيتبقى 1، يبقى الإجابة كام؟ هيبقى 133. آخر سؤال يا ولاد، جمعت جنى 180 طابع، أعطت أخاها 20 طابع، ما عدد الطوابع المتبقية معها؟ هي كان معاها 180، راحت عطت لأخوها 20، اتفضل معاها كام؟ احنا قلنا أول ما نلاقي كلمة المتبقية معنى كده ان احنا هنعمل ايه؟ هنطرح، يبقى هنحط 180 وهنشيل منها 20. يلا صفر، هشيل منه صفر، هو الصفر مفيش اي حاجة. طيب 8 لما اشيل منها 2، يلا نطلع 8 على ايدينا ونشيل منها 2، يتبقى كام؟ هيتبقى 6. طيب يا ميس، انا عندي في اول رقم مئات وتاني رقم مفهوش مئات، خلاص الواحد بتاع المئات هينزل زي ما هو بالظبط، احنا مشلناش منه حاجة، هيتبقى كام؟ هيتبقى معاها 160 طابع.